الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومصر تعلن حالة الحداد لمدة 3 أيام. مدبولي يؤكد أن العلاقات بين مصر وتونس تشهد نقلة نوعية، ويتفق مع بودن على أن يكون عام 2022-2023 عاما للتعاون الاقتصادي المصري التونسي. شكري يترأس الاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ، ويدعو للتحرك السريع لتنفيذ توصياتها. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدا عربيا أصيلا وحاكما قدم مسيرة من الإنجازات التي ساهمت في تمكين المواطن الإماراتي وازدهار دولة الإمارات وتألقها محليا وعالميا. إنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، رحم الله الفقيد. لقد خطت البلاد بعون الله في مختلف المجالات وعلى طريق التقدم خطوات كبيرة، وانطلقت في زمن قياسي لاستكمل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية. في ظل نعمة الأمن والأمان، وانتشر العلم والعمران، وتحقق المواطنين، وأصبحت هذه الإنجازات نموذجا كامل للإدارة الوطنية والقيادة الطموحة. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال وقائدا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء. وأوضح الرئيس السيسي خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قدم الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم. وأشار الرئيس السيسي خلال المنشور إلى أن الشيخ خليفة كان محبا لمصر بحق وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال. هذا وتقدم الرئيس السيسي باسمه واسم شعب مصر بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبا في هذا المصاب الجلل، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة، رحم الله الفقيد. أعلنت مصر حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة اعتبارا من اليوم الجمعة. ونعت رئاسة الجمهورية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى لمصر والشعب الإماراتي الشقيق والأمة العربية والإسلامية أخا وصديقا من أعز الرجال، ليعرب باسمه وباسم مصر عن خالص عزائه لأسرة آل نهيان الكريمة ولحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته. وأوضح متحدث الرئاسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمة العربية فقدت اليوم أحد رموزها المخلصين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، زعيما حكيما وهب حياته لبلاده ومد أيدي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية امتدادا لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات. أرساه والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان حكيم العرب، وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء، ولتحقق الإمارات في عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم. وصرح متحدث الرئاسة بأن مصر قيادة وحكومة وشعبا لم ولن تنسى مواقف الشيخ خليفة آل نهيان الأخوية الداعمة والقوية في أضاق الظروف، والتي سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور.
أقيمت صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بعد صلاة المغرب بتوقيت الإمارات. وشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مقبرة البطين في أبو ظبي. كانت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات قد نعت إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم. وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم. هذا ويتقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبو ظبي غدا في قصر المشرف تعازي حكام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد. قائد عربي أصيل وحاكم قدم عدة إنجازات ساهمت في تمكين المواطن الإماراتي وازدهار دولة الإمارات وتألقها محليا وعالميا. إنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. تم انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات في 3 نوفمبر من عام 2004 في أعقاب وفاة والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2 من الشهر ذاته. وبعد انتخابه رئيسا للدولة أطلق الشيخ خليفة خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة الإمارات لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وضمان الرخاء للمواطنين. وكان من أهدافه الرئيسية السير على نهج والده الذي آمن بدور دولة الإمارات الريادي كمنارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار. وعلى تلك الخطى أشرف الشيخ خليفة على تطوير قطاع النفط والغاز والصناعات التحويلية التي ساهمت بنجاح كبير في التنوع الاقتصادي في البلاد، كما قام بجولات واسعة في جميع أنحاء الإمارات لدراسة احتياجات بلاده، وأمر ببناء عدد من المشاريع السكنية والطرق ومشاريع التعليم والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن إطلاق مبادرة لتطوير السلطة التشريعية. وفي عام 2009 أعيد انتخاب سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيساً لدولة الإمارات، حيث تعهد بمواصلة تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنمية والتي كان قد بدأ فيها، كما كان لقيادته الرشيدة واهتمامه بمصالح الدولة الاتحادية الفضل في تجاوز الأزمات المالية والإقليمية. وسعيا لتحسين جودة الحياة للوطن والمواطن أطلق الشيخ خليفة العديد من المبادرات والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الأولويات العليا للدولة وأهدافها التنموية المستدامة. وعلى الصعيد الخارجي حرص الشيخ خليفة على انتهاج سياسة خارجية نشطة تدعم مركز دولة الإمارات كعضو بارز وفعال إقليميا وعالميا. ويعتبر الشيخ خليفة من أشد المناصرين لمجلس التعاون الخارجي، وكان يؤمن أن نجاح وإنجازات هذا المجلس تعكس عمق التلاحم بين قادته. كما أظهر الشيخ خليفة التزامه بتعزيز العلاقات الدولية من خلال استقبال قادة من دول آسيا وأوروبا والدول العربية الأخرى، وقام بزيارات إلى دول آسيا الوسطى لتوطيد علاقاته معها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وعلى الصعيد الدولي الإنساني انتهج الشيخ خليفة سياسات إغاثية وإنمائية تدعم الدول والشعوب المحتاجة، كما تعد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ثالث أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية، حيث وصلت مساعداتها المختلفة لأكثر من 70 دولة في مختلف أنحاء العالم. أما مصر فلم ولن تنسى الشيخ خليفة الذي كان محباً لمصر وصديقاً مخلصاً لها في كل الظروف والأحوال. ورغم أن الموت طوى صفحته، إلا أن سيرة القائد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان باقية بقاء الدهر ومخلدة بختم العروبة والعطاء والإنسانية. We'll be right back.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية نجلاء بودن مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون بين البلدين، وتضمنت الاتفاقيات عددا من البروتوكولات، من بينها بروتوكولات في مجال الزراعة والتعليم العالي والتعاون الدولي والاستثمار والبحث العلمي والمناطق الاستثمارية ومجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية والتشييد والبناء. جاء ذلك عقب أعمال الدورة 17 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن العلاقة بين مصر وتونس تشهد نقلة نوعية كبيرة منذ الزيارة التاريخية للرئيس التونسي في أبريل عام 2021. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرتها التونسية نجلاء بودن عقب توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، أكد مدبولي أنه تم الاتفاق على أن يكون عام 2023 عام الاقتصاد المصري التونسي. فقد اتفقنا سويا على أن يكون عام 22-23 هو عام التعاون الاقتصادي المصري التونسي بكل ما يتضمن ذلك من أنشطة ومشروعات تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين بلدينا، كما ستوفر دورية عقد منتدى التعاون الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال من البلدين آلية فعالة للتوافق على مجالات التعاون المختلفة وإزالة أي معوقات تؤثر على حركة التجارة والاستثمار. ويمكن امبارح أو أمس توافقنا على عدد من الخطوات الفورية اللي سيتم اتخاذها في خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك دعونا إلى تطوير التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات، ومشاركة القطاع الخاص معنا في تدشين خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس. أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أن هناك توافقاً في وجهات النظر بين مصر وتونس إزاء مجمل القضايا الإقليمية والدولية. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أوضحت بودن أن هناك نقاط إيجابية عديدة تم مناقشتها في الملتقى الاقتصادي، مشيرة إلى وجود رغبة للعمل المشترك للاستفادة من الخبرات المتبادلة بين البلدين. وجددنا حرصنا المشترك على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض التبادل التجاري بين بلدينا وتعيق انسيابية دخول السلع والمنتجات لأسواقها، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويحفظ مصالح المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين. أكدنا كذلك على أهمية الدور الذي يطلع به القطاع الخاص في المجال الاقتصادي والاستثماري، والذي نعول على أن يكون قاطرة دفع باتجاه تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وخلق مواطن شغل في البلدين من خلال توسيع وتنويع مجالات التعاون والانفتاح على قطاعات واعدة ومستقبلية. كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية نجلاء بودن قد ترأسا اجتماع الدورة 17 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالبلدين، واستعرض الجانبان ما تم التوافق عليه من برامج للتعاون الثنائي في المجالات المختلفة، حيث تم التأكيد على وجود حرص مشترك وعزيمة صادقة لدفع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ قرارات وبرامج العمل التي تم إقرارها خلال الدورة السابقة للجنة، وبحث السبل الكفيلة بتدعيم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن جزيل الامتنان لمشاعر الود والتقدير التي يكنها الرئيس التونسي قيس سعيد تجاه مصر وشعبها وقيادتها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحضور رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن. وأكد مدبولي أن الرئيس السيسي طلب منه نقل رسالة للرئيس سعيد بأن مصر تدعم بشكل كامل كل ما تقوم به القيادة التونسية في هذا الظرف التاريخي لإصلاح المسار السياسي والدستوري.
واستهل الرئيس سعيد المقابلة بطلب نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس السيسي أنقذ مصر في مرحلة تاريخية صعبة مرت بها، كما أطلق نهضة عمرانية وتنموية. وأكد الرئيس قيس سعيد اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر الكنانة التي دوما ما وقفت إلى جانب تونس، مذكرا بتوجيهات الرئيس السيسي بإمداد تونس بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية وأدوية خلال فترة جائحة كورونا. وشدد الرئيس قيس سعيد على أن موقف مصر من ملف سد النهضة هو موقف تونس، لأن أمن تونس من أمن مصر القومي. بدوره أطلع مدبولي الرئيس سعيد على ما تم التوافق عليه خلال الدورة الجارية للجنة المشتركة، كما جدد التأكيد على استعداد مصر لأن تضع كل خبراتها في مجال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية في خدمة تونس الشقيقة. كانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد استقبلت رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة التونسية، حيث عقد جلسة مباحثات بحضور عدد من مسؤولي البلدين. وخلال الاجتماع أعرب مدبولي عن دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا لكل الخطوات التي تقوم بها القيادة التونسية لإصلاح المسار السياسي والدستوري في البلاد. من جهتها أعربت رئيسة الحكومة التونسية عن أملها في أن تسهم اجتماعات الدورة 17 للجنة المشتركة في تعزيز أواصر التعاون بين مصر وتونس، لا سيما في ضوء ما توليه القيادة التونسية من اهتمام بمختلف جوانب التعاون مع مصر. وعقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالعاصمة التونسية، اصطحبت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوفد المرافق له في جولة مترجلين بمختلف المناطق التاريخية بتونس. وبدأت الجولة من محيط ساحة القصبة وتتميز بمجاورتها للعديد من الأسواق العتيقة والجوامع التاريخية التي يرجع بناؤها إلى قرون عديدة. وحرص رئيس الوزراء على دخول جامع الزيتونة أو الجامع الأعظم الذي يعتبر ملتقى للعبادة والمعارف، والذي يشكل مركزا عالميا وحضاريا متميزا في العالم العربي والإسلامي. وفي ختام الجولة عبر رئيس الوزراء عن سعادته بما شهده من مبان تراثية شاهدة على مراحل تاريخية مختلفة من عمر العاصمة التونسية، متمنيا النماء والخير دوما للشقيقة تونس. اكتسبت العلاقات المصرية التونسية زخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، عززته رغبة وإرادة سياسية مشتركة لدفع تلك العلاقات لآفاق أرحب. التعاون الاقتصادي جاء على رأس المجالات التي تنتظر نقلة نوعية في العلاقات الثنائية تحت مظلة المصالح المتبادلة والمشتركة للبلدين. مصير واحد وتعاون تاريخي قاد مصر وتونس لتحقيق تقارب شديد خلال السنوات الأخيرة، تقارب ترجمته الزيارات المتبادلة وعكسه حرص البلدين على نقل العلاقات بينهما لآفاق أرحب. إرادة جادة عززها وجود آليات مؤسسية للتعاون الثنائي، وأبرزها اللجنة العليا المشتركة التي تأسست في شهر أبريل من عام 1988 للتنسيق والتشاور على صعيد مختلف المجالات. فعلى الصعيد الاقتصادي توجد العديد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وتونس، أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن، وكذلك اتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس، فضلا عن عدد من الاتفاقيات الأخرى مثل منع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتعاون العلمي والتكنولوجي والتعاون الصناعية. وبالأرقام، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 600 مليون دولار خلال عام 2021، وذلك وفقا للسفير التونسي في القاهرة. وفي هذا الإطار تتمثل أهم الصادرات المصرية إلى تونس في المنتجات البترولية والأقمشة القطنية والسلع الغذائية والحديد والصلب، فضلا عن الأجهزة الكهربائية والمصنوعات البلاستيكية والزجاجية.
بينما تتمثل أهم الصادرات التونسية إلى مصر في المنتجات الكيماوية ومستلزمات تصنيع السيارات والجرارات والمنتجات الورقية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الخزفية. إلى ذلك تمضي العلاقات المصرية التونسية بإرادة سياسية جادة وشراكة استراتيجية قوية عنوانها المصالح المشتركة. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيان العملي لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية. يأتي ذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيان العملي لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب فهمي عبد الرؤوف هيكل قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد فيها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم والمستمر للمنطقة المركزية العسكرية لتظل على أعلى درجات الاستعداد القتالي. أعقب ذلك تنفيذ إجراءات البيان العملي من خلال عرض ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، وكذلك تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة. وفي نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيدا بقدرتهم على اتخاذ القرار السليم نظرا للتخطيط الراقي ومدى الاستفادة من استراتيجيات العلوم العسكرية المتطورة، ومثنيا على المستوى المتميز والاحترافي لكافة هيئات القيادة بمختلف مراحل البيان. كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالبيان في المهام والواجبات المكلفين بها. حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. شنت وزارة الداخلية حملات موسعة للتصدي لمحاولات تهريب وخلط وتخزين القمح المحلي على مستوى الجمهورية. وفي هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 84 قضية خلال ما يقرب من شهر بمضبوطات بلغت قرابة 11527 طن قمح. مع بدء موسم توريد القمح المحلي وحرص الدولة على تشجيع المزارعين على عمليات التوريد وفقا لضوابط محددة بهدف تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، فقد واصلت وزارة الداخلية جهودها للتصدي لمحاولات التلاعب في منظومة توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات المعنية خلال ما يقارب الشهر عن ضبط 84 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي. أبرزها 54 قضية صوامع ومطاحن ومخازن ومحال بمضبوطات بلغت قرابة 11162 طن أقماح و33 طن ونصف دقيق 72% وما يقارب 4 أطنان ردة. ضبط 30 قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات بمضبوطات بلغت قرابة 365 طن أقماح. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولي أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للقائمين على تلك المحاولات. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 367 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 53 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 12 طن، كما تم ضبط أكثر من 30 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية.
وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت، أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 410 قضايا من بينها 134 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق أولى القوافل الطبية التي تأتي ضمن خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني في إطار مبادرة وصل الخير 2، وتضم القافلة الطبية الموسعة والتي تم إطلاقها في محافظة الدقهلية العديد من التخصصات، حيث قام فريق طبي متخصص بتوقيع الكشف على أكثر من 3000 حالة من مختلف الأعمار وصرف العلاج بالمجان، فضلا عن تحويل الحالة التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات المتخصصة لإجراء العمليات بالمجان. ترأس سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فعاليات الجلسة 3 للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ والتي تتناول خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ. وخلال الجلسة أشار وزير الخارجية إلى ما تم التوافق عليه في الدورة الأخيرة للمؤتمر بجلاسكو من مراجعة وتعزيز الإسهامات المحددة وطنيا في مجال خفض الانبعاثات، مؤكدا ضرورة التحرك السريع لتنفيذ تعهدات المناخ. وخلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ بكوبنهاجن، قال وزير الخارجية سامح شكري أنه تم تبادل وجهات النظر إزاء الجهود والخطوات القادمة لتحفيز الحكومات على الوفاء بالتزاماتها والتعامل مع تحديات تغير المناخ. وأوضح شكري خلال المؤتمر أنه على دول العالم تغيير الثقافة المرتبطة بطريقة مواجهة تداعيات تغير المناخ. أود كذلك أن أعبر عن شكري وتقديري للوزير يورجن والحكومة الدنماركية على استضافة هذا الاجتماع، وكذلك أتقدم الشكر لكل الوزراء وكبار المسؤولين الذين شاركوا في هذه النقاشات على مدار اليومين الماضيين معا مع الوزير شارما ورئيس كوب 26. نرى أن المشاركة في هذه الصيغة الرسمية والتفاوض سوف يكون مفيدا للغاية بالنسبة لنا. من جهته قال رئيس مؤتمر كوب 26 ألوك شارما إنه تبادل وجهات النظر حول أوليات الدفع قدما بجهود مواجهة تغير المناخ. وأوضح رئيس المؤتمر أنه تم الاتفاق على تنفيذ شبكة تكون معنية بتقديم الدعم الفني للدول المعنية بتغير المناخ. مسألة الأضرار والخسائر، كان هناك تبادل لوجهات النظر بشأن هذه المسألة مع كل الأطراف الأخرى، وكما تعلمون فإننا اتفقنا في كوب 26 على أن حوار جلاسكو سوف يبدأ في الاجتماعات في شهر يونيو، وبالإضافة إلى ذلك اتفقنا في كوب 26 على أننا سوف ننفذ شبكة لتقديم الدعم الفني للأمم. ومرة أخرى أعتقد أنه كان هناك اتفاق على أننا يجب أن نسرع من هذه العملية، وهناك فرصة لنا لكي نفكر في شروط المرجعية المرتبطة بهذه الشبكة، وكل هذا سوف يحدث في شهر يونيو. وعلى هامش الاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ، التقى سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بوزيرة البيئة الرومندية. كما التقى شكري مع وزير البيئة والمياه البوليفي رئيس مجموعة الدول متشابهة الفكر في مفاوضات تغير المناخ.
وللمزيد ينضم إلينا الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. بعد التحية دكتور محمد، يعني وزير الخارجية سامح شكري أكد ضرورة أن تعمل دول العالم على تغيير الثقافة المرتبطة بطريقة مواجهة تداعيات تغير المناخ، كيف ترى الجهود المصرية في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا للتلفزيون المصري على إتاحة الفرصة نتكلم في قضية من القضايا المهمة جدا والتي تمس كل مواطن مصري وتمس كثير من الدول وخاصة الدول النامية. مؤتمر كوبنهاجن اليوم هو المؤتمر الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ. كوب 26 المنعقد الذي انعقد في جلاسكو في المملكة المتحدة أعطى الضوء، يعني ركز على كثير من التعهدات التي يمكن من خلالها وضع حد لمشكلة تغير المناخ. تغير المناخ الآن أصبحت القضية الأساسية التي تسبب كثير من المشاكل لكل دول العالم على السواء، سواء كانت دول نامية أو دول متقدمة. تقصد الدول الأكثر تضررا وهي في القارة الإفريقية وهي الأقل، لو نقدر نقول الأقل توجيها للأضرار المناخية؟ ودي نقطة كويسة جدا، إني اولا هذا مؤتمر 27، مؤتمر كوب 27 ان شاء الله يكون في شرم الشيخ في نهايه هذا العام الذي تتشرف مصر باستضافته ورئاسته، سيكون في مفترق طرق ستتحول التعهدات، وده اللي السيد وزير الخارجيه اليوم اكد عليه تماما في كلمه مصر، ان تتحول التعهدات الى افعال. تغير مناخ ودور الدول الصناعيه الكبرى في هذه القضيه، وهو دور كبير لأنها هي المسبب الأكبر لهذه الظاهرة، يجب أن تلتزم الدول بالتزاماتها الأخلاقية والتاريخية في خفض انبعاثات غازات الاحتباس. مصر بتمثل قارة أفريقيا في مؤتمر 27، وفي نفس الوقت مصر وأفريقيا ليس لهم دخل لا من قريب ولا من بعيد فيما يخص غازات الاحتباس الحراري. مصر لا تمثل إلا 0.5% من مساهمات كل الدول، أفريقيا كلها لا يزيد عن 4%، بينما الدول الصناعية الكبرى الصين بمفردها 30%، الولايات المتحدة والهند والبرازيل كل دولة حوالي 8%، بالتالي هذه الدول عليها التزامات. ومن هنا جاءت الاجتماعات الوزارية، وهي اجتماعات تمهيدية مهمة جدا لأن يكون مؤتمر الأطراف 27 في مصر، أن يكون نقطة فاصلة في التحول إلى الأفعال. التمويل وهو جزء مهم جدا من الدول المتقدمة، كثير من التعهدات تمت خلال المؤتمرات السابقة في خلال السنوات القليلة السابقة، ولكن لم تلتزم الدول بتعهداتها. لذلك كانت كلمة مصر واضحة في الدفاع عن مصالح مصر ومصالح الدول الأفريقية ومصالح الدول النامية بصفة عامة، لأن هي الدول الأكثر تضررا. مصر في خلال السنوات الماضية القليلة الماضية أعطت نماذج مهمة في كيفية أن تقوم الدول بخفض انبعاثاتها، رغم أننا انبعاثاتنا قليلة. مصر تعهدت أن يكون كل المشروعات الممولة من الخزانة العامة بحلول 2030 مشروعات خضراء، يعني قليلة أو منعدمة الانبعاثات. أن تكون مصادر الطاقة في مصر بحلول العام 2030 حوالي 50% من مصادر الطاقة طاقة نظيفة. أن مصر استطاعت أن تحصل على السندات الخضراء الدفعة الأولى تقريبا حوالي 750 مليون دولار. كل هذه الأمور تجعل حتى الاستثمار في مصر في خلال السنوات القادمة هو استثمار أخضر، وكل الدول وكل المنظمات الدولية تسعى في هذا الإطار. المجمل والملخص للأمر أن كلمة السيد وزير الخارجية اليوم، وهي كلمة مصر، هي كلمة تعطي إشارة واضحة للدول في أهمية تنفيذ تعهداتها خلال الفترة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة.
أعربت وزارة الخارجية عن رفضها وإدانتها البالغة للاعتداءات التي تعرضت لها جنازة الإعلامية الراحلة شيرين أبو عقلة من قبل السلطات الإسرائيلية. وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية المصرية على أن مثل تلك الاعتداءات غير المقبولة أو المبررة تمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة الموتى، فضلا عما تؤدي إليه من زيادة حدة الاحتقان وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يؤثر سلبا على كافة الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة. شارك الآلاف من الفلسطينيين بالقدس في تشييع جنازة الصحفية شيرين أبو عقلة والتي استشهدت بعد أن تعرضت للاغتيال في وقت سابق من هذا الأسبوع أثناء تغطيتها مداهمة عسكرية لقوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. أكد وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان أهمية توحيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف جرائم قوات الحوثي ووقف عدوانها ضد الشعب اليمني. أوضح حيدان أن تعنت قوات الحوثي وتماديها في انتهاكات حقوق الإنسان اليومية يأتي على رأس التحديات التي تواجه اليمن. شوف أحمد، الله يهدم كربه. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الحكومة اللبنانية أنجزت كل الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية الأحد القادم في أجواء من الحرية والديمقراطية. وخلال لقائه وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية، أشار ميقاتي إلى أن ما يتبقى هو إقبال اللبنانيين على الاقتراع بكثافة لإيصال صوتهم واختيار من يريدونه من المرشحين، مضيفا أن هذه هي الفرصة المناسبة وفقا للأطر الدستورية لبلورة التغير الذي لطالما نادت به شريحة واسعة من اللبنانيين. تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق من قتل 3 إرهابيين من خلال توجيه ضربة جوية على نفق لعصابات داعش الإرهابية في الأنبار غربي البلاد. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أنه بناء على المعلومات الاستخباراتية الواردة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات F-16 التابعة للقوة الجوية العراقية استهدفت نفقا بداخله عناصر داعش الإرهابية في الأنبار. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. زلنسكي يكرر عرضه إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والكرملين يتحفظ بشأن جدواها. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز الأوضاع في أوكرانيا وإجلاء المدنيين من مصنع أوزوفستال في ماريوبول. وذكر بيان للرئاسة الروسية أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الألماني، حيث ناقش بوتين وشولتز الوضع في أوكرانيا مع التركيز على الجوانب الإنسانية. أعلن الكرملين أنه لا يوجد أي إجراء وتحرك في وضع وثيقة مشتركة من قبل روسيا وأوكرانيا حتى الآن. ونوه الكرملين بأنه لا يوجد رد من الجانب الأوكراني على المقترحات الروسية. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي قد جدد عرضه بإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن انسحاب روسيا من بلاده يجب أن يكون نقطة البداية لأي محادثات. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاتحاد الأوروبي تحول إلى لاعب عدائي في الأزمة، ما يوحي بأن رغبة كييف في الانضمام إلى الاتحاد ليست بريئة على حد تعبيره. وأضاف لافروف أنه على الرغم من التصريحات العلنية لرئيس أوكرانيا بشأن الرغبة في انضمامها للاتحاد الأوروبي، فإنها تعلن في اتصالها مع روسيا أنها موافقة على الحصول على وضع حيادي وعدم انضمامها لأي تكتل.
طالب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الروسي سيرجي شويغو بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن أوستن شدد خلال الاتصال مع نظيره الروسي على أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين الجانبين. أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن عالم ما بعد العقوبات ضد روسيا سيحمل معه 10 نقاط ستحدث جراء تلك العقوبات وستطل العالم بأسره. جاء ذلك خلال منشور له على قناته بالتليجرام، حيث حذر ميدفيديف من انهيار لعدد من سلاسل التوريد العالمية للسلع واحتمالية حدوث أزمة لوجستية كبرى بما يتضمنه ذلك من احتمال لانهيار أنشطة شركات الطيران الأجنبية التي يحظر عليها التحليق فوق الأراضي الروسية. كما حذر ميدفيديف من اشتداد حدة أزمة الطاقة في الدول التي فرضت عقوبات على توريد ناقلات الطاقة الروسية، الأمر الذي سيسفر عنه استمرار ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتباطؤ تطوير الاقتصاد الرقمي في العالم. بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في مكالمة هاتفية آخر تطورات الأزمة الأوكرانية والجهود الأمريكية والدولية لتقديم المساعدة الأمنية إلى كييف. وفي بيان ذكرت الدفاع الأمريكية أن أوستن وريزنيكوف بحثا الوضع على الأرض في شرق أوكرانيا وآخر المستجدات بشأن جهود المساعدة الأمنية الأمريكية والدولية إلى السلطات الأوكرانية. وشدد وزير الدفاع الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الدائم بتعزيز قدرة أوكرانيا لمواجهة التدخل الروسي. أعلنت روسيا طرد 10 دبلوماسيين رومانيين ردا على خطوة مماثلة من جانب بوخارست. وفي بيان لها قالت الخارجية الروسية إنها ترفض محاولات رومانيا تحميل روسيا مسؤولية ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا. أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد سيقدد دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو
معربا عن ثقته في إمكانية التوصل لاتفاق في الأيام المقبلة على حظر النفط الروسي. جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الشمالية ألمانيا، حيث أوضح بوريل أن الدعم العسكري سيتم توجيهه للأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية، مضيفا أن ذلك سيزيد المساعدات التي يقدمها التكتل إلى حوالي 2 مليار يورو. قال مسؤولون ودبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يسعى للتوصل إلى موافقة على حظر تدريجي للنفط الروسي هذا الشهر، على الرغم من مخاوف تتعلق بالإمدادات شرقي أوروبا. وأعرب المسؤولون والدبلوماسيون عن رفضهم مؤشرات من التأخير وتخفيف الحدة المقترحة المطروحة بشأن العقوبات على روسيا، وقالوا إنهم متفائلون بشأن اتفاق أعضاء الاتحاد الأوروبي عليها. Рассказали о положении дел и вместе с нашими белорусскими, казахстанскими, другими коллегами высказали. Мы знаем, что он зараз уже такую свою систему связи мобильную российскую. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 700 مليون شخص، أي 10% من سكان العالم، يعيشون في فقر مدقع. وأوضحت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي أن الملايين من سكان العالم، خاصة في دول العالم النامية، يكافحون من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي. ولفتت إلى أن القضاء على الفقر بكافة أشكاله حول العالم هو أول أهداف التنمية المستدامة. لا تزال الأزمة الأوكرانية تعصف بكافة اقتصادات العالم، مما أدى إلى زيادة التضخم في عدد من الدول الكبرى التي تعاني بسبب الأزمة. معدلات التضخم بلغت أرقاما غير مسبوقة، لا سيما في الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا. عصفت باقتصاد العالم وألقت بظلالها على أسعار السلع وارتفعت معدلات التضخم. الأزمة الأوكرانية التي تسببت في نقص الموارد وبلغت مستويات تاريخية غير مسبوقة، لا سيما في ألمانيا التي طالما وصفت بأنها ذات قوة صناعية عالية وتتصدر قائمة الاقتصادات الأكثر قوة في العالم. فقد حذر تقرير صدر مؤخرا عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد الذي وصل في مارس الماضي إلى 7.3%، بينما ارتفعت الأسعار في أبريل الماضي بنسبة قاربت 7.5% مقارنة بمستواها خلال نفس الشهر من العام الماضي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تكاليف الرهن العقاري ارتفاعا كبيرا لأعلى مستوى في 12 عاما، لتواصل بذلك الصعود مع تسارع التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت بيانات شركة فريدي ماك التي أظهرت أن متوسط معدل الرهن العقاري لأجل 30 عاما بلغ 5.3% بزيادة عن الأسبوع الماضي، عندما بلغ متوسطه 5.27%، فيما بلغ معدل الرهن العقاري لمدة 15 عاما بمعدل ثابت 4.48%، بانخفاض عن متوسط الأسبوع الماضي البالغ 4.52%. وفي بريطانيا، وبحسب تقرير لصحيفة الجارديان، فإن تكلفة المعيشة المتزايدة بدأت تشكل ضغوطا كبيرة على الأسر. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت ذاته ووفقا للكثير من التوقعات، فإن الوضع يزداد سوءا، مؤكدا أن التضخم قد يرتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاما ليتجاوز 10% بحلول نهاية العام الجاري. وفي غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته بريطانيا ثينكز أن أكثر من 90% من المقيمين البريطانيين قلقون بشأن عواقب ارتفاع الأسعار.
فرنسا لم تفلت من الأزمة، فقد واصلت أسعار الوقود في فرنسا ارتفاعها مسجلة نمواً جديداً وفقاً لبيانات وزارة البيئة والتنمية المستدامة في البلاد. وقالت الوزارة إن سعر لتر وقود الديزل وهو الأكثر مبيعاً في فرنسا بلغ في المتوسط 1.94 يورو الأسبوع الماضي، بزيادة أكثر من 6 سنتات عن الأسبوع السابق. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، بعد التحية، نتابع يوما بعد يوم بيانات التضخم وارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل الإمداد في مختلف دول العالم بقيادة الأزمة الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا. كيف ترى الوضع عالميا وتوقعات حضرتك خلال الفترة المقبلة؟ يعني طبعا دائما يعني سواء توقعات المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي ان بيخفض معدلات النمو، يعني وحتى ان معدل التضخم يعني اصاب كل دول العالم تضخم جامح، حتى يعني يمكن حتى الرسالات اللي جايه لنا من السياسيين والقادة الاوروبيين حتى وامريكا ايضا يتحدثوا على ان هذا التضخم ليس له علاج في الوضع الحالي، وانه تضخم يعني سوف تتجه اغلب البنوك المركزية الى تجديد اجراءاتها. طبعا يعني كما هو معروف ان يعني في وقت الازمات بتنتهج الدول مجموعه من السياسات، يمكن في الاوقات العاديه بنقول عليها سياسه نقديه توسعيه، ولكن في وقت الازمات بيستخدموا سياسه نقديه او سياسه ماليه انكماشيه. طبعا السياسات الانكماشيه بتتلخص او وفقا للظروف اللي احنا بنمر بها الان برفع سعر الفايده، وايضا بتكون رفع سعر الفايده مع ممكن تلجا الدول الى مزيدا من الديون علشان يحاولوا يحلوا أزماتهم بقدر المستطاع. طبعا يعني زي ما بقول ان التضخم ده بيكون له انعكاساته على دول العالم، لان العالم في النهايه هو مرتبط ببعض بالاخر، وبالتالي طبعا التضخم اذا كان موجود في الدول الاوروبيه او موجود في الولايات المتحده فده هينعكس على الدول الاخرى نتيجه حركه التجاره، وده اللي احنا بنطلق عليه التضخم المستورد، وبالتالي بتحاول كل دوله انها تتخذ مجموعه من السياسات والاجراءات الاستثنائيه ايضا، يعني ليس هنا نحن نتحدث عن اجراءات تشددية، ولكن أيضا حتى بنتكلم عن إجراءات استثنائية سواء يعني تقليل صادراتها أو منع مجموعة من السلع والمنتجات يتم تصديرها علشان تقدر تحافظ على وفر من السلع والمنتجات الأساسية لشعوبها. شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. أعلنت السلطات الصحية في كوريا الشمالية تسجيل 6 حالات وفاة على الأقل جراء الإصابة بفيروس كورونا بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية. وأشارت الوكالة إلى أن حوالي 187 ألف شخص دخلوا إلى العزل الصحي، ونقلت الوكالة الرسمية عن السلطات أن حوالي 350 ألف شخص ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، لافتة إلى أن هناك تقارير تفيد بأن الفيروس بدأ في الانتشار أواخر أبريل الماضي. ساد الهدوء شوارع العاصمة الصينية بكين، حيث امتثل السكان لنصائح السلطات للعمل من المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا. بينما قال المسؤولون في شنغهاي الخاضعة لإجراءات الإغلاق إنهم يهدفون إلى هزيمة الفيروس هذا الشهر. بعدما عاد فيروس كورونا للانتشار من جديد، عملت السلطات الصينية على هزيمته والعودة للإجراءات الاحترازية، فشوارع العاصمة بكين أصبحت خاوية، وامتثل السكان لقرارات الحكومة بالعمل من المنزل، وذلك للحد من انتشار الفيروس. الوضع شبه مماثل في شنغهاي، ولكن المقاطعة التي يقطنها نحو 25 مليون شخص تخضع لإجراءات الإغلاق بشكل كامل منذ 6 أسابيع. وقد أعلن المسؤولون أنهم يهدفون إلى هزيمة الفيروس هذا الشهر. في بكين نفى المسؤولون الشائعات التي ترددت عن إجراءات إغلاق شاملة على غرار ما حدث في شنغهاي،
وحث المواطنين على عدم الإقبال على الشراء بدافع الذعر وإنما البقاء في المنازل، كما أعلنوا عن جولة جديدة من الاختبارات الجماعية في معظم أنحاء المدينة. وقبل اتخاذ قرار الإغلاق هرع المواطنون في بكين إلى المحلات لتخزين المواد الغذائية والإمدادات الأخرى في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم للتعايش مع الفيروس وتخفيف القيود. قالت الصين إنها ستحد بشكل صارم من السفر الخارجي غير الضروري لمواطنيها، كما رفضت الانتقادات الموجهة لسياستها المتشددة صفر كوفيد، قائلة إن إنقاذ الأرواح يستحق التكاليف الهائلة قصيرة الأجل التي تتكبدها، وإن النشاط سيستأنف تدريجيا بمجرد القضاء على تفشي المرض. شهدت قرية الصحوة وغرب الموهوب بمدينة الدخلة محافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين تم خلالهما توقيع الكشف الطبي على المواطنين من صرف العلاج بالمجان من صيدلية القافلة. وقال المشرف على أعمال القافلة محمد سعد إن أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ستنطلق غدا السبت بقرية جديدة بمدينة الدخلة، وستستمر أعمال القافلة لمدة يومين بمقر الوحدة الصحية بالقرية. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. موجودين في قافلة مدينة دمياط الجديدة مساكن الستين، القافلة تابعة لمبادرة حياة كريمة الرئاسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. القافلة النهاردة فيها 12 عيادة تخصصية، فيها معمل متكامل، فيها طبعا صيدلية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية في القافلة. كل الخدمات بتتقدم في القافلة بشكل مجاني، بنخفف طبعا عن كاهل المواطن. بنسمح كمان للمريض أنه يقدر يكشف 4 تخصصات طبية مختلفة، ممكن يكشف تخصص في اليوم الأول ويتحول لعيادة تانية حسب رؤية الطبيب، وكذلك نفس النظام في اليوم الثاني. القافلة العلاجية النهاردة موجودة بمنطقة الستين بمدينة دمياط الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة جدا لوزارة الصحة، وأهم ما يميزها أنها مجانية تماما بداية من صرف التذكرة إلى انتهاء الخدمة، إلى جانب كمان أنها بتوصل لمستحقيها لحد عندهم، وطبعا ده تخفيفا على أهلنا من كبار السن واللي ما يقدروش يتنقلوا لأقرب مكان مقدم خدمة بالنسبة للخدمة الصحية. القافلة النهاردة بتقدم العيادات التخصصية، عندنا 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار. الفحوصات دي بنوفرها عشان نسهل على المريض على الطبيب اتخاذ القرار المناسب تجاه المريض. ربنا يخليك لنا يا ريس على الحاجات الحلوة والجميلة اللي أنت عملتها لنا، والرعاية والحاجات اللي مهتمين بنا، وإحنا والله يعني دخلت كشفت مسالك وتعمل للازم وكشف باطني ومعمول للازم وتحاليل سكر وعلاج وحاجات يعني جميلة جدا. أنا جاد أشكر الرئيس السيسي وأشكر الدولة، أنا عشت 45 سنة برة، شو ما شفناش اللي بيحصل في مصر أبدا من نظافة وإيمان وعمل وجهد، ربنا يطول لنا في عمر الرئيس السيسي. والله العظيم أنا بقولها من كل قلبي، أقسم بالله الراجل ده ربنا سبحانه وتعالى بعتهلنا في الأرض حماية لنا، حماية لنا. ربنا يطول لنا في عمرك يا سيادة الرئيس السيسي. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تستهدف أن تصبح منطقة السخنة مركزا إقليميا رائدا في صناعة الهيدروجين الأخضر تزامنا مع التحول العالمي لاستخدامات الطاقة النظيفة. وفي بيان نشره مجلس الوزراء أشارت المنطقة إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم باستثمارات بلغت 10 مليارات دولار لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، وذلك لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة إنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود أزمة في توفير الزيت في جميع الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتي شددت على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الزيت، وانتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، وذلك مع وجود مخزون استراتيجي من الزيت وكافة السلع الأساسية يكفي 5 أشهر. شاركت وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رانيا المشاط بكلمة مسجلة في الجلسة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة مراكش بالمغرب 2022. وتناقش الاجتماعات ندرتا المياه وكيفية تحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية. وفي كلمتها أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتوسيع نطاق وصول المياه النظيفة لكل المواطنين والحفاظ على الموارد المائية من خلال التوسع في محطات المعالجة والتحلية. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره وفاق سطيف الجزائري في 9 مساء السبت على ملعب 8 مايو في مدينة سطيف، وذلك لحساب إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد فاز على وفاق سطيف ذهابا برباعية نظيفة ليضع المارد الأحمر قدما في المباراة النهائية لدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي. اختير النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ضمن 8 مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسبق لصلاح الفوز بالجائزة من قبل في موسم 2017 و2018، كما يتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 22 هدفا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوبا في سيناء، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفي هذه الحالة درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. Thank you.
وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومصر تعلن حالة الحداد لمدة 3 أيام. مدبولي يؤكد أن العلاقة بين مصر وتونس تشهد نقلة نوعية، ويتفق مع بودين على أن يكون عام 2022-2023 عام التعاون الاقتصادي المصري التونسي. شكري يترأس الاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ، ويدعو للتحرك السريع لتنفيذ توصياته. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع دينا عبد الكريم. يسعد مساكي دينا. أهلا بك دينا. أهلا بيك ياسر، ويسعد مساكي أميرة. يعني يوم مبسوطة أني أكون معاكم فيه، رغم أنه يوم صعب على الأمة العربية النهاردة بوداع يعني الأمير خليفة بن زايد. نعم، كلنا نتقدم بخالص التعازي طبعا لدولة الإمارات العربية الشقيقة، وبالتوفيق يا دينا. شكرا ياسر، شكرا أميرة، شكرا كل فريق نشرة التاسعة. نبدأ بحضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.